عاشت شوارع مدينة مستغانم أجواء بهيجة عشية أمس بالتزامن مع انطلاق واحد من أعرق المهرجانات الثقافية. يتعلق الأمر بالمهرجان الوطني لمسرح الهواة في دورته 49، بحيث اكتست هذه الطبعة حلة خاصة بتنظيم استعراض فولكلوري شكل لوحات فنية رائعة. تأتي هذه الدورة ب 17 فرقة ستشارك في هذا العرس، 17 فرقة ستقدم على مدار أسبوع كامل، 5 أيام كاملة، عروضا مسرحية وفنية بدار الثقافة بالمسرح الجهوي وبمختلف بلديات الولاية، إلى جانب ندوات، إلى جانب كذلك ورشات تكوينية. أعطينا الدورة 49 أبعاد كبيرة، 2 البعد الأكاديمي اللي هو راح يسمح للأساتذة والجامعيين والجامعة أن تكون شريك للمهرجان الوطني للمسرح الهواة وتساهم في أرشبة تاريخه تاع 49 سنة. اليوم حضرنا الافتتاح لابارات هدية في ولاية مستغانم، لابارات في القمة ما شاء الله نقولوا لها أنه ناجحة 100%. جمعية سكامل اليوم جاءت إلى مدينة مستغانم في الطبعة 49 هذا المهرجان. نقولوا أهدافنا يعني في هذا المهرجان إن شاء الله تتحقق.